المنطقة ذات واجهة رسومية مثل هذه الأدوات. هو الآن أداة بدون واجهة رسومية، بدون متغيرات. نحدد المتغيرات الأساسية، المدخلات الأساسية للموديل، ثم كليك يمين موديل بارامتر. ثم المخرج أو المخرج الرئيسي النهائي موديل بارامتر. ثم حفظ اغلاق. تظهر الأداة بالواجهة الرسومية. نحدد منها المدخلات والمخرج النهائي. ما نضغط OK فتطبق نفس الخطوات التي قمنا بتطبيقها في تحليل الملائمة المكانية.